الله تعالى وبركاته. مبارك عليكم هذا الشهر الفضيل، وأقول لكم تقبل الله منكم الصيام والقيام، ومرحبا بكم في فعاليات مهرجان صدى الأسحار في دورته الرابعة. أيها الجمهور الكريم، تتميز الشخصية المغربية بكونها تركيبة متنوعة من قيم الإبداع الجميل والأصيل في كل مظاهر الحياة ومجالاتها، ولهذا فهي تبدع الفن وتتلقاه وتتفاعل مع تعابيره بروح إيجابية واضحة. ولما كان الفن الغنائي ممارسة جمالية ذات حضور شعبي كبير، فإن أدواره تتوسع وتتنامى من أجل المزيد من تقوية عناصر التوازن والفعالية لدى متلقيه، وتتجلى أهدافه الكبرى حسب تقديرنا في جمعية شذى الفن فيما يلي: توجيه الشخصية الإنسانية نحو المزيد من التكامل والرقي ذوقيا وفكريا وعمليا، ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والهوية المتماسكة المنفتحة للمواطن المغربي وخاصة فئة الشباب،